غتاخدو المقص وغتقطعو هاد الشبكة هادي، غنقطعوها يعني صافي. دابا الشبكة مقعدنا ما نديرو بيها، فحاولوا انكم هنا المهم ما تضربوش الخيط، وبقاو تدوروا مع الخدمة، قطعوا كاع هاد الشبكة هادي. يعني دابا صافي مقعدنا ما نديرو بها، حنا غير خدمنا بها غير باش نشدو التوب مزيان، باش نشدو الخدمة مزيان. فدابا انا غادي نحيد هاد الشبكة وغنرجع نوريكم كيفاش تبتو هاد الوردة في فوق الراندة. هنا غادي تلقاو جوج ديال الطرق، انا غادي نوضحهم ليكم. هنا الحاجه اللي غادي ديروا هو غنحيدوا هاد الشبكه هذه، غتبقاو تحيدوا فيها هنايا بالاظافر ديولكم، يعني حيدوها كامله لانكم ما عندكم ما ديروا بها. انا هنا غادي نحيدها، غنبقى غاده تابعه يعني هادو كاملين حتى نقطعهم ونحيدهم. التركاب ديال الورده عندكم جوج ديال الطرق، اما انكم تخدموا راندة عاديه بحال هذه يعني تخدموها. هنا التركاب ديال الورده عندكم جوج ديال الطرق، اما انكم تخدموا الرانده عاديه بحال هذه وتحطوا الورده بهذا الشكل هذا وتخيطوها عادي، يعني ضربه في الرانده وضربه في هاد يعني الضفيره. او الطريقه الاخرى انا غنوريها لكم، هي اللي درت انا في هاد الخدمه. فهذه هي الورده ديالنا، ثبتناها بالفنيته وثبتنا هنايا التوب، هنايا هذا هو التوب من الجهه العلويه، وهنا من الجهه السفليه. خدمت انا هنا هاد الراندة هادي، طلعت هاد الطلعة هادي باش نثبت، يعني نبدا نثبت في هاد الوردة. فاول حاجة غنديرها غادي نبقى غادا خدامة، انتم غتشوفوا معايا يعني تابعوا معايا الفيديو. فاول حاجة هنا الغرز بطبيعة الحال هنا العدد ديالهم على حساب الحجم ديال الوردة، كل وحدة غدير الغرز على حساب الحجم. هاد الحرير مبروم على 3 شعرات، كيف ما كتشوفوا هنا قربت يعني غنوصل لهنا لهاد البلاصه هادي. فهنا ما نبقاش نضرب غير في هادي، غنرجع لهنا الورده اول خيط في هاد الاتجاه، غنرجع لهاد البلاصه هادي الحاشيه يعني ديال هذيك الضفيره ديالنا اللي درنا. فهنا ضربنا هنا في هاد المكان، غنرجع ندور الخيط اول خيط عندي في هاد الاتجاه، وغنرجع لهاد الغريزه اللي عندي هنا وغنخدمها، يعني غنبقى نضرب ضربه في الرانده وضربه في هاد. حنا غادي نهابطين دابا الخيط ها هو في هاد الاتجاه، غنرجع نضرب في يعني غرزه السلسله اللي حداها هاد الضفيره اللي حداها هاد الشكل هذا. فاحنا ثبتناها، غنرجع كذلك نضرب هنا، غنبقى غادا معاها حتى نثبتها مزيان. غنرجع هنا الغرز اللي عندي، من بعد ما ثبتها نرجع كذلك للضفيرة. كما قلت لكم نبقى غادا ضربة في الضفرة وضربة في الجهة الأخرى. فنرجع غنخدم هنا، هنا ركزوا على ان الوردة تبقى ثابتة في البلاصة ديالها. الخيط ها هو هنا، وغنرجع وغنخدم في هاد الغرزة. فهنا غنرجع وغادي نخدم غير على هاد يعني هاد الراندة اللي حنا درنا في الاول. فغنهبطو بالخدمة حتى نثبتوها في التوب. فهنا حنا وصلنا لهاد الحاشية هاد ديال هاد الوردة هاد بهاد الشكل، حطوها حنا
حلقه شتبان لينا هنايا مزيان. من بعد ما وصلنا لهنا غنضربوا في يعني في هاد غرزه السلسله او هاد الفايره هاد، نطلعوا هنايا شويه باش تشوفوا هنا مزيان. فهنا غنخدم هنا هاد المكان هذا، وغنرجع نخدم في هاد الغريزات هادو اللي خدمت هنا. بحال مثلا انا هنا نحطها دائما بحال هكا، نرجعها باش نشوف واش خاصني نزيد ولا ما خاصنيش نزيد. عشان قلت لكم تبتوها هنا بفنيته باش ما تبقاش تزعزع عليكم من بلاصت. انا هنا غنضرب نيشان هنا حتى غادي نرجع، هنا غادي نبقى غادي غنقص. هنا تقدر تعطيني غير غرزه واحده مثلا، هاد البلاصه غندير غير غرزه واحده. يعني انا هنا غنخدم في هاد الضفايره هادي، انا رجع هنا نزيدو هاد الغريزة هادي. في المرة الجاية فاش غادي نرجع ما غنديرش ثلاثة الغرزات، غندير غير جوج لأن المسافة بدات تتنقص. درت غير جوج الغرزات وغنضرب نيشان في هاد الطفايرة ديالنا اللي درنا. علاش هنا ما درناش ثلاثة ودرنا غير جوج؟ لانهم شوفوا معايا هنا ملي تنقرب هنا تتشوفوا ان المسافة غادا وتتنقص. يعني الا انتبهتوا هنا غندير جوج غنبقى غادي غندير غا وحدة، نوصل هنا يعني غندير غا وحدة. نخدم هاد جوج هادو هنا، نتوما تلعبوا على حساب المسافة. بانت لكم مسافة كبيرة زيدوا، بانت لكم مسافة صغيرة نقصوا. هنا انا خدمت هنا وحده، نجرب هنا نهبطها نشوف. تبان لي هنا ان المسافه صغارت، ما بقيتش غندير غير غرزه وحده غير هذه، ونرجع وغنضرب مباشره في يعني في هذيك الضفيره اللي عندنا. هنا ضربنا في الثوب، نرجع نخدم هذه الغريزه اللي عندي، نهبط كذلك نشوف مازال باقي عندي. يعني غنخدم غير غرزة واحدة. كنتمنى ان هذه الطريقة تكون واضحة، وملي عجبها الفيديو تبارطاجيه، ما تنساوش يعني تضغطوا على زر الاعجاب كتشجيع. يعني من خلال زر الاعجاب تنعرف انا شحال من واحد عجبو الفيديو. فهنا انا بدات هنا كتطلع، غنزيد غرزه اخرى. فين غنزيدها؟ غنحاول انني نشوف ليها شي بلاصه. مثلا نضرب هنا، نضرب هنا في هذه السلسله، ولكن هذا راه ماشي ضربه فيها، انا غير خاصني نلقى ليها بلاصه وصافي. فغادي نرجع لهنا. كما قلت لكم ان احنا هنا تنعتمدوا على الزياده والنقصان ديال الغرز، وما عندناش واحد الشكل هندسي اللي حنا غادي نتبعوه. يعني مثلا نتوما خدامين في الجوزة فكيكون عندنا عدد محدد. فهذا هو الشكل ديال الوردة. نتمنى ان هذه الخدمة هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم. هي خدمة سهلة وصعيبة شوية، يعني المهم غادي غير تبداو وغتفهموا كيفاش تخدموا. بحال مثلا عندنا من هنا حتى لهنا، غتبقاو غادي خدامين غير من هنا حتى لهنا حتى تعمروا هذه، عاده غترجعوا تعمروا هذه بوحدها، يعني عاد تبقاو غاديين. المهم غتبقاو غاديين كتزيدوا كتنقصوا، هذاك الشيء راه غير غتبداو غادي يبان لكم كل شيء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. وشكرا على المتابعه وشكرا على التشجيع، خصوصا هاد الفيديو هذا انا نزلته خصيصا لاجل واحد السيده من المتابعين طلبات مني هاد الخدمه ديال الورده. وانا يعني دائما كما قلت لكم اي حاجه بغيتوها كتبوها في التعاليق، فانا غادي ننزلها على شكل فيديو باش نوضح جميع التساؤلات. ولا كانت شي حاجه ما فهمتوهاش في الورده او ما فهمتوش طريقه التركيب او لا شي حاجه، ماشي مشكل نزلوا فيديو اخر نوضحوا فيه الطريقه بشكل اكثر.
اي ملاحظه لاحظتوها، يعني شي حاجه مبانت لكم ماشي هي هذيك، كتبوها باش نعرف انا شنو هما الاخطاء، باش نعاود يعني نصايب فيديو اخر.